حياكم الله مشاهدينا من جديد. مريم عندي سؤال. تفضل. اليوم يعني شو أكثر شيء يشغل كاهل المتزوجين أو المقبلين على الزواج؟ أنت خلنا أقول لك يعني كحرمة شو تفكرين أكثر شيء؟ عقب عاد بني عند ال. شو السؤال الثاني مرة وليد؟ يعني أنت كحرمة شو تفكيرك؟ يعني شو أكثر شيء تحسين إنه يشغل بال الحريم اليوم؟ شوف إذا أنا بروح لمش الجانب النسائي أو بتكلم عن الرجل لأنه هو صاحب هذه المبادرة وهو اللي يعني قرر أنه هو يبغي يكمل نص دينه وهو اللي يبادر هو اللي خطب وغيره وهذا ويحط يعني الميزانية يعني كل شيء الرجال الرجال يحط الميزانية الرجال كل شيء زين. فدائما أنا أشوف يعني شفنا نحن في سواء في محيطنا ولا من الثانيين دائما عندهم مشكلة أن يقول بأجل أقول له بتعرس ترى عرس نبي نشوف عيالك يقول لك أبويا بعدني أنا علي ما أدري شو وأنا علي ديون وأنا وتريا لي ما أنا أكمل نفسي وكذا. فيمكن دائما الجانب المادي مصاريف العرس يمكن تكون هذا يعني هو الجانب المؤرق للرجل أنه يقبل على فكرة الزواج. وليد بما أن هذا هو موضوعنا أنه الجانب المادي في هذا الموضوع موضوع الزواج وهالموضوع اللي يشغل كاهل الزوج أو الشخص اللي يبغى يقبل على الزواج بروح إذن إلى هذا الموضوع اللي نحن الحين استضفنا ضيفتنا اللي بنتحدث فيه. أكيد دبي دائما تسعدنا بمبادراتها وانتوا بس اعزموا وتوكلوا وإن شاء الله الباقي إن شاء الله بيكون على برنامج أعراس دبي بالفعل. اللي يستهدف المواطنين المقبلين على الزواج في إمارة دبي ضمن مبادرة أجندة دبي الاجتماعية 33 الأسرة أساس الوطن. نعم. واللي بنتحدث عنه مع ضيفتنا ناعم الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية من هيئة تنمية المجتمع بدبي. حياك الله في هذا البرنامج. وإذا يعني بنبدأ وياك يعني بسؤال يعني إذا نحن دخلنا على موسم الصيف موسم الفرح والأعراس نبغي نذكر المشاهدين من بناتنا وأبنائنا المقبلين على الزواج ببرنامج أعراس دبي شو الهدف من هذا البرنامج؟ يمكن مثل ما تفضل شنقول مساكم الله بالخير والعافية وموضوع ساخن في فترة المساء مع حرارة الجو. يمكن موضوع العبء المادي دائما احنا من اهم اهداف هاي المبادرة ان نقلل العبء المادي على الشاب مثل ما تفضلت توك ان الشاب قبل الزواج ويأخر الزواج بسبب انه يقول لك انا بعدني بين مع المهر بين تكاليف العرس والامور هذه كلها. فنحن حطينا من اهم الاسباب ان نحن نعالج هاي الاشكالية من خلال مبادرة عراسة دبي ان نحن اليوم نخفف عنا هذا العبء المادي الكبير اللي احيانا يوصل الى نص مليون في تكاليف هاي الباهظة اللي صاير. طيب اشكال الدعم اللي تقدمونها من خلال هذه البادرة عراسة دبي اختي نعمة يعني تتكفلون بكل المصاريف وهل في هناك شروط أو معايير معينة؟ يمكن عراس دبي هو يمكن ما لا زال بعض الناس مو فاهمين هل هو عرس جماعي هل هو عرس شو بالضبط. نعم عراس دبي اطلقت الشيخة هند مكتوب الله يطول في عمره مشيوخ اليوم ان هي يعني تكفلت برعايه العرس النسائي حفل الزفاف بالكامل. طبعا تولت هيئه تنميه المجتمع المشروع هذا بادارته من خلال القاعات التابعه للهيئه. فاليوم نحن عندنا قاعه البرشه قاعه الطوار قاعه الليسيلي وقاعه حتى من خلال هذه القاعات يعني ننظم نحن للشاب هذا حفل الزفاف بالكامل من خلال الكوشة العشاء الترفيه الصوتي الصبابات ضيافة العطور ألبوم التصوير الفيديو يعني حتى ألبوم التصوير والفيديو نعم كيكة العرس البطايقة الدعوة الإلكترونية بطايقة الترحيب عطائية يعني بكل تفاصيله نحن نرعى هذا العرس يعني ما غفلتوا عن أي شيء. نعم وبالإضافة إلى أن نحن أيضا نقدم لهم دعم مالي بعد الزواج للمعرس والعروس وأيضا خصومات مع شركة الدناتري شهر العسل الله. مع ميكاب أرتس أيضا بيانا في المبادرة بعض محلات الذهب ويانا أيضا في الخصومات يعني ما شاء الله المبادرة كل ما ياها تتوسع أكثر من خلال أيضا يعني مبادرة. العروس ما بتفكر في أي شيء مرتاحة أبدا حتى عندنا ياس نصمم لهم مع موزة ديزاين تصاميم خاصة لفساتين عراسه ما شاء الله أسعار أيضا رمزية يعني فكرتوا في كل تفصيلة حقيقة ناعمة. نعم. يعني هذا الشيء وين يلقى ما يلقى في أي مكان في العالم بالضبط صراحة فعلا صحيح. يعني ما يلقى إلا عندنا في دولة الإمارات صحيح الإمارات رقم واحد. حلو هذا البرنامج يتضمن حزبة من المبادرات لو تحدثين عن هاي المبادرات
نحن من مثل ما قلت لكم تو ان احنا مو فقط ناس نتولي العرس، احنا حطينا لهم ايضا اشتراطات اللي هو البرنامج التاهيلي قبل الزواج. اليوم الشاب يحتاج ايضا، والشاب ان احنا ناهلهم قبل الزواج، احنا محتاجين استدامه لهي الاسره، محتاجين ايضا ان احنا نثقفهم. فتناولنا يعني اعطيناهم بعد برنامج تاهيلي قبل الزواج يتناول اربع دورات. الدوره الاولى تتناول قانون الاحوال الشخصيه والحقوق والواجبات يتعرفون عليها، قانون الدوره ايضا الخصائص النفسيه للرجل والمراه، لان شفنا ان كل ما هم عرفوا بعض كل ما ساعدهم ايضا على التواصل افضل. دوره التواصل الفعال اللي هو الحوار الناجح كيف انهم يتواصلون ايضا. والدوره الاخيره نعطيهم عن ميزانيه الاسره، لان شفنا ايضا من اهم اسباب الطلاق اللي هي الخلافات الماديه بالفعل. وهذا فحاولنا ميزانيه الاسره نعم فحاولنا نحن نغطي كل الاشياء بحيث ان احنا نحافظ على هذه الاسره وتكون اسره مستدامه. لان فعلا هذا الموضوع اللي انتم حطيتوه ما تحطون شيء الا انتم دارسينه بحذافيره ودارسينه كمعيار، وايضا يسهم في ان ينجح هذه المنظومه والعائله الاسره اللي يعني هي نواه المجتمع. وليد انت فعلا تشهد وانت تشهدون من خلال الاحصائيات والدراسات اللي تقومون بها ان هناك في نسبه كبيره من الطلاق سببها الميزانيه وصرف الميزانيه او كيف التحكم بها بالمنزل. يمكن في حرمه تقول ما يكفيني ما يعطيني ما يسوي، فهذه نقطه وايد 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 مهمه ان انتم حطيتوها من ضمن المعايير. يعني مش بس انكم تتكفلون مثلا بالامور الماديه، لا كذلك تتولون جانب التثقيفي. الشخص المقبل على الزواج لازم هو يكون يعني يتثقف ويعرف شو المشاكل الاسريه وكيف يعالج هاي المشاكل، وكيف يعني خلنا اقول لك يعني تكون عنده ثقافه يكون مهيئ. لازم أكثر نزرع ترى هاي الثقافه عشان انا اقدر اخلي الاسره. يقول لك يعني مثل علمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمكه. فنحن نحاول ان احنا ايضا بعد ان يعني بعد 6 شهور من الزواج ايضا نتواصل وياهم ونكمل وياهم برنامج ثاني اللي هي الوالديه الايجابيه، كيف ان نحن بعد ايضا الفتره القادمه ان يربون عيالهم وتم استمرين وياهم يعني في كل مرحله. فنحن نكون وياهم كأنه يعني أسرة داعمة وياهم كأنه واحد من عيالنا متزوج وإحنا وياهم في هاي الأسرة. نعم جميل. كم عدد العراس أو اللي كانوا مقبلين واللي التحقوا بالبرنامج من بديته إلى الآن أختي ناعمة؟ ما شاء الله لنا حين نفذنا 100 عرس ما شاء الله، وأعراسنا حجوزاتنا لنهاية السنة تقريبا 233 عرس. إحنا يوميا عندنا من 5 إلى 7 طلبات يوميا. كم يستغرق الوقت في يعني الحجز او غيره او وضع الطلبات؟ تقريبا ما يطول. هو يدخل في تطبيق دبي الان يختار يعني يختار خطبه عراس دبي. المرفق المطلوب فقط انه يقدم عقد الزواج وهويه الزوجه، لان نحن من شروطنا ان يكون هو مواطن من اماره دبي حامل الجواز والجنسيه، وتكون الزوجه اللي عاقد قران عليها مواطنه. سواء من كانت اماره ما في اشكاليه. حلو. فخط هذا الشرطين، فهو في التطبيق فقط بيرفق عقد زواج وهوية الزوجة. تطبيق دبي الآن. نعم. ومجرد إحنا يوصلنا الطلب ونفتحه ونتأكد من هذا خلاص إحنا الطلب يعتمد ويدخل في البرنامج التأهيلي. يعني 3 أيام عمل بالكثير. ما شاء الله 3 أيام. سرعة إنجاز. سرعة إنجاز بالعكس هالشيء. وأحياناً يوم عمل والله، بس إحنا نعطي نفسنا مسافة إذا كان في ويكند أو. ما شاء الله عليك. ممتاز. إنزين هذا البرنامج هل هو قابل للتحديث؟ في له إضافات؟ في تعديلات. نعم. نحن الحين الفترة يعني القادمة أيضا. عندنا الإسكان ناس نفكر أيضا بعد أن نساعد للتسهيل، أن إذا كانت عنده أرض تكون من الأولويات اللي ممكن يحصل على أرض، أن يعني يستعيلون في موضوع الإسكان تكون لهم تسهيلات. الشباب اللي مثلا بيوتهم ما عندهم أمكان في الزواج أن كيف نحصل لهم بعد شقق بأسعار رمزية. يعني إحنا المبادرة يعني ما شاء الله كل شيء يعني وفرت أستاذنا لازم يعني عيالنا كل شيء ما شاء الله يعني قالت عيالنا كلمة عيالنا هاي ما شاء الله يعني هذا ولدنا وهاي أسرته وهاي بنتنا. فعلا يعني من قبل الواحد لا يقبل أو حتى من خلال يعني هو يوم يفكر في الزواج وبعدين في الإجراءات وفي شهر العسل حتى إجراءات كل شيء ما شاء الله. يعني أنت معرس وليد؟ هي معرس. الحين يوم سمعت هذا الخبر تتمنى أنك أنت حين بتعرس؟ طبعا تكون عمري 20 ولا 20. على فكرة حتى إذا كان مطلق إحنا نساعد على تأسيس أسرة، وإذا كان أيضا أرمل لأن هذه الأرض بعد يعني باشر خاصة إذا غاد أقبل لا بيحصل له من منحة صندوق الزواج ولا بيحصل له. فنحن بعد داعمين له في أن نساعد في تكوين أسرة، لكن نزوج زوجة ثانية هذه نحن ما نسمع. يعني هي حتى مريم ترى نحن عندنا مقولة تقول أنت بس عزم على الزواج ورب العالمين ييسر لك. فأنتم ما شاء الله يعني دامكم قمتوا بهالشيء هذا يعني صراحة الشيء هذا عظيم. لا والله ما شاء الله إقبال الشباب بعد ما عقدوا قرانهم كل مزور بلشوا تعالوا يعني يسألون فرحانين. يعني إحنا ما شاء الله يعني عندنا الحجز فاق توقعات عندنا يعني ما حد عنده ما مالك عذر خلاص مالك عذر.
يلي متأخر ويلي مثلا تتعلث بكم من عذر، كل شيء موفر لك. نعم. من الناحية النفسية للزواج وأيضا الناحية المادية وكل ما بعد الزواج وأثناء الزواج. بالضبط. يعني مجهود عظيم حقيقة، ويعني تباركتوا في هذا الموضوع، ونتمنى لكم دائما التوفيق في هذا الموضوع. أنا أيضا أكيد الحين اللي يسمعونا واللي يدرون عن الموضوع واللي كانوا معاكم والمقبلين ومسجلين أكيد الحين متحمسين أكثر. نعم. ونسبة التسجيل تزيد أكثر، لو تعطينا بس آلية التسجيل اللي ذكرتي لي إياها أنهم يلتحقون بتطبيق دبي الآن. نعم. يبحثون عن خدمة أعراس دبي. هي. خدمة أعراس دبي مجرد يدخل على التطبيق بيقدم بياناته وبيرفق هوية الزوجة وعقد الزواج. يعني الإجراء جدا سهل وما بياخذ منه أي شيء، وإذا عنده أي استفسار ممكن يتواصل ويانا على الرقم 800-21-21 لأي استفسار أو أي صعوبة ممكن يلاقيها من خلال التسجيل. ممتاز. إنزين أستاذ نعمة، يعني كلمة للمقبلين على الزواج. أنا أتمنى اليوم نقول إحنا حكومة دبي ما قصرت، أم الشيوخ ما قصرت، يعني هذا الدعم كله أعتقد عقب ما أن الواحد إحنا أيضا مثل ما قلنا لكم حتى يعني الدعم المالي بعد الزواج، فمثل ما قالت أختي ما في علت اليوم أنك أنت تأخر زواجك. صحيح. واليوم نقول يعني كل ما أنت تزوجتي سن مبكر ويبت عيال عشت حياتك جميلة وذكريات جميلة مع عيالك وأصبحت جد في سن صغير أيضا. فأنا أتمنى من الشباب كلهم يعني أنهم يبادرون في المشاركة في هاي المبادرة، وأنا أشكر العرايس اللي هم أيضا دعموا أن معاريس ما قالت أنا أبغى أصير فنادق ولا بالعكس، يعني نحن أمسات في الدورة حاضرين 100 عروس لبرنامج التأهيل. يعني أول شيء بديت لمياء أن أشكركم أن دعمتوا أزواجكم أنكم يعني تسوون العراس من خلال هاي المبادرة، لأن كان بعض الشباب عندهم تخوف زين يمكن الحرمة ما تبغى في قاعة ممكن تبغى الفندق، وفي ناس كانوا حاجزين في فنادق يعني جدا راقي كنسلوا حجوزاتهم. الله. وانضموا لنا في هاي المبادرة الجميلة الطيبة يعني اللي فعلا عززت التكاتف اللي دل أيضا على السمعة الطيبة وعلى أن أنتم قدمتوا لهم شيء ذا جودة وبمعايير عالية. نعم. واللي حاب يحضر ممكن هنا مركز البرشة يطلع على التجارب حية، وما شاء الله احنا شهر 5 اللي فات كان يوميا عندنا عرس شهر كامل كان عرس. انا اعتقد اليوم الحين بيتصلوا بكم ما ادري وايد مكالمات ما شاء الله حاضرين حياهم والرقم ترى موجود عليهم نستقبلهم نحن 821-21 والتطبيق ايضا اللي بيقدم طلبات تراها سهله جدا واي صعوبه ممكن نحن نساعدهم ايضا. نحن يعني نشكر شيوخنا على هذه البادره الطيبه وايضا ام الشيوخ، وايضا نحن دائما نقول أن دبي دائما تسعدنا، وقلت في بداية الحلقة من إمارة السعادة دبي دائما تسعدنا وتبث فينا هذه الروح الحيوية والاندفاع للحياة والإقبال على الحياة بكل تفاؤل وبكل عزيمة وإصرار. شكرا اليوم على وجودك معنا الأخت نعمة الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، وشكرا لليوم حضورك ويانا في الاستوديو وأيضا لجهودك ولجهود فرق العمل التابعة لكم. شكرا عفوا، نشكركم أيضا على استضافة هذه المبادرة في برنامجكم الجميل هذا. شكرا نورتينا. شكرا.